احنا من فاس، تعلمنا الحرفه في فاس، وداز واحد المده ملي كبرنا ولينا صناعيه سافرنا جينا لمراكش، دابا عايشين هنا بينا بوليداتنا، والحمد لله هذه الحرفه هذه راه زوينه، خص غير الناس المسؤولين بغيناهم يشوفوا في هذا الصناع التقليديين، وهذه الحرفه هذه راه غاديه وكترجع للور بواحد السرعه. يعني علاش الدراري ما بقاوش كيدخلوا لها الدراري كيف دخلنا حنا، كيف قلت لك راه دخلنا حنا في دخلت انا في التسعين للصناعة، يعني راه دخلت عندي واحد 7 سنين في الصناعة دخلت كيف قلت لك، والحمد لله بغينا الدراري مازال الناس يوقفوا معنا في هذه الحرفة هذه اللي هي تكرفصت من ناحية حتى الجليج، ما بقاش الجليج كيف شحال هذه، دابا الجليجة ولا المعلم كيشريها كيتكرفص فيها، كتشريها بواحد الثمن وما كتخرجلكش داك الثمن اللي بغيتي انت. لان علاش بغينا نشوفوا حتى في هذا الجليج هذا يكون واحد مسؤولين يوقفوا على هذا الشيء باش يتحذف هذا الشيء، ولا الصناعيه ديال دار عمل كنشكرهم المساكن كاملين كيضربوا تماره كيدوزوا واحد الحالات صعيبه بزاف، كتكون واحد الزوبه كبيره كيهود لها كيدخلوا رجليه بواحد المترو في البرد في الشتوى في كلش، كيخرج ديك العجنه وكيعطيها لواحد اخر عاوتاني كدوز ماشي 6 المراحل كتخرج كتعجن وكتخرج اللي كيقطع اللي كيضرب واللي كيقطع واللي كيطلي واللي كيطيب، المهم في عده المراحل فيها، فهمتيني؟ علاش هذه الحرفه هذه بغينا نطوروها ان شاء الله، وبغينا المسؤولين يشوفوا فيها، وراه هذه الحرفه هذه غاديه وكتنقرض كتراجع بواحد السرعه، راه هذا المثل اللي سمعناه خلاوه لنا جدودنا ديما تبع الحرفه ديال بوك، والحمد لله حنا راه عندنا خوتنا في هذه الحرفه وعندنا العائله كامله، ودابا حنا عايشين في هذه المدينه السعيده هي مدينه مراكش خدامين فيها الحرفه، وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا في هذه الصناعه بزاف، لان غاديه رجعت بواحد السرعه وما بقاوش الناس كيبغيو يديروها، والله هذه ديك المصريه اللي ما عنده حتى علاقه بالحرفه ما كيكون صنايعي ما حتى حاجه كيشدها وكيتكرفس عليه. الناس المصريه اللي ولاو مكرفسين علينا في هذه الحرفه، بهذا مقباص كيدخل كيخدم القبس كيقول لمول الدار كندير حتى الجليج، فهمتي؟ الصباغه كيقول له كندير الصباغه، حنا بغينا هاد الصناعه تطور اللي عنده شي حرفه وكيفهم فيها هي اللي يشد بنا يشد البني، القبس يشد القباص، الصباغ يشد الصباغه، مول الجليج يشد الجليج. انا ولادي بغيتهم يقراو ما نكذبش عليك، انا ما ولدي ما ندخلوش لهاد الحرفه هذه، حيت فيها التكرفيس بزاف. عشنا معاناة في فاس ملي كنا صغار أكثر من دابا، مازال دابا كبرنا شويه ولينا كنعرفوا ولينا كنخرجوا عينينا حتى حنا في من الواقع، انا كنقولوا لك اما ولدي انا ما نبغيش يدخل لهاد الحرفه ما ندخلوش، كلينا العصا هاد الجليج شرسنا على ريوسنا، كانوا الناس صناعيات شحال هادي ماشي بحال دابا، صناعيات شحال هادي كانوا حكاره بزاف، دير غير شي غير هاد الخط هذا العوج شتيه له يضربك، ولكن حنا ما لمناهمش حيت واخا ضربونا وهذاك الشيء مسامحين لهم، راه دابا كاين اللي كنتلاقاو ونجلسوا معاه في القهوه بحال الوالد، يعني علاش علمك واحد الحريفه اللي عشتي بها وعيش درتي وليداتك بها، الحمد لله درنا وليداتنا بها درنا، المهم عايشين ما عندناش وما خصناش، غير المهم بغينا الحرفه يشوفوا فيها الناس مسؤولين يدخلوا في هذه الحرفه هذه باش ما تبقاش فيها ولا فوضويه. الصناعيه شحال هذه والمعلمين ماشي بحال دابا، دابا راه يجي عندك دابا جا عندي واحد الدري صغير انا يخدم معايا، قلت له غادي نعطيك 100 درهم في السيمانه حيت ما كيدير والو بغيت نعلمه، خدم معايا الثلاثه وقال لي يا خويا المعلم جمع لي داك الشيء بشحال جان، قلت له جاتك 20 درهم عطيتها له بشبحه، قال لي هذه الحرفه ما عندكم لا مصروف ما عندكم لا فلوس لا والو، اش بغيت نتعلم اش بغيت ندير به وبشبيحه علاش. مع واحد السيد عندي تقريبا 8 سنين في عمري، فاش كنت خدام معاه في فاس
وجا واحد حاجك الحمار جابو الجليج وزر كي الحمار كان كيجي وكيقلب القفة كيقلبها في الأرض. جا المعلم قال لي جمعها، قلت له المعلم نمشي للطواليط، قال لي تتكمل داك الشيء. المهم أنا خفت من المعلم، بقيت كنكمل داك الشيء تلقيت داك الشيء مشى لي في حوايجي وهذا الشيء اللي عطى الله وصافي. مشيت للدار قالت لي واش درتي في هذا الشيء، قلت لها راه المعلم قال لي جمع داك الشيء. بقيت خفت منه بديت كنجمع تلقيت داك الشيء في حوايجي وهذا الشيء اللي عطى الله. وشحال هذه كانت الهيبه مع المعلمين، كان يشوف فيك ما تذوبش، ذوب منه لا شاف فيك لا قال لك دير ديك الحاجه خصك ديرها، ماشي بحال دابا. دابا ما بقاش داك، كانوا المعلمين واعرين ولكن كانوا كيعلموا الصنعه، وكنشكرهم في التحيه وكنسلموا عليهم سلام عزيز. وتحيه للمعلم الكبير هو السعيد بن عديبه، الله يخلي له صحيحته وينصر لوليداته. السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع علامه لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبار.